حمزة كحيلي فنان تشكيلي. جينا صايبنا واحد الجدارية، هي ثاني جدارية اللي تصايبات في حي رحمة. صايبنا السكان ديال الحي ديال حي رحمة كيشكروا المجتمع المدني، المجتمع يعني السلطات المحلية والشرطة، الأطباء، الأساتذة، عمال النظافة وإلى غير ذلك، الدرك الملكي والمساواة. المهم هاد الجدارية هادي دارت على أساس كنحسوا بها الإنسان بأن هاد الناس راه كيسهروا على الراحة ديالنا، على الراحة ديال الراحة، يعني ميمكنش بنادم انت ناعس مرتاح راه واحد اخر راه كيسهر على وديك انت باش تبقى باش الوباء ما يدخلش للدار وما يديرش شحال من حاجه. ودارت هاد الجداريه هادي بطبيعه الحال بتنسيق مع السلطات المحليه وجمعيه حي رحمه للتنميه. هذا المكان كما كتشاهدوا كان واحد النقطه سوداء، كان نقطه ديال التجمع ديال الباعه الجائلين، فحاول الاتحاد جمعيه حي رحمه للتنميه باش يوضع واحد الجداريه تحسيسيه بريشة الفنان حمزة الكحيلي. فمشكور السيد رئيس الملحقة الإدارية النسيم أنه استطاع باش يدير الإخلاء ديال هذا المكان، وحنا كمجتمع مدني جند مجند وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فحنا كنقوموا بالدور ديالنا وكنبغيو نعبروا عبر هذه اللوحات على الشكر ديالنا والامتنان ديالنا والتقدير ديالنا للمرابطين اللي في الصفوف الاماميه من رجال السلطه، من القوات المساعده، عناصر الامن الوطني، الناس ديال الصحه، الناس ديال النظافه، الناس ديال المجالس المجاليه. ف كنشكروهم بزاف، وعبر هذه اللوحه كنبغي نقدموا لهم الشكر والامتنان. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.